عيد وبناتي عياو بغي نربيهم بسلام عيد من الناس. دنيا بطمة رعية من رعاياك الأوفياء، أنت تفضل وتشملني بعفوك وأن ترحمني وترحم بناتي وترفع عني هذا البلاء. أنا أعتذر بالحق عيد. غصدمكم بواحد الخبر، انه اللي كان سند وكتصحابوه بارك معايا في المغرب على اساس انه سند ليا وكيبغيني، شنو غيتصادح ليا في الاخير؟ انه هو اللي كيخرج اسراري سمسر فيا مع الطرف الاخر على قبل الفلوس. انا عمري غنسمح لكم لا دنيا ولا اخره، وحسبي الله ونعم الوكيل فيكم.